مدعية أكيد على المسرح، نقيب ممثلي السينما والإذاعة والمسرح الأستاذ عبد الرحمن الشامي، ليعرفنا على الفائزة بجائزة أفضل ممثلة سورية. صاحبة أدية ونجمة من العيار الثقيل، حكايتها مختلفة تماماً عن حكايات غيرها. كانت الأولى كمهندسة معمارية لما دخلت عالم الفن وسجلت فيه الرقم الصعب وصارت أيقونة ورائدة من رائدات التمثيل في عالمنا العربي. بتحكي بأعمالها مسيرة مشرفة من الأدوار المركبة والصعبة من الدراسات العربية وبكل اللهجات. تفوز وبجدارة بجائزة أفضل ممثلة عربية لعام 2019 سوزان نجم الدين. زقفة كبيرة للممثلة السورية سوزان نجم الدين. مساء الخير، مساء الجمال، مساء الحب، مساء لبنان الغالي، مساء أفضل وكل القيمين على أفضل. شكر كبير للبنان، شكر كبير لي أفضل على هذا التكريم وعلى هاي الثقة اللي بفتخر فيها واللي بتحملني مسؤولية أكبر لحتى أقدم الأحلى والأميز والأرقى دائماً، ولحتى حافظ على ثقتكم وثقة الجمهور العربي في كل مكان. اسمحوا لي إهدي هاي الجائزة لبلدي الحبيب سوريا. زقفة كبيرة لسوريا طبعاً. ومن سوريا بدي إهديها لبلدي الثاني مصر الحبيبة أم الدنيا، وتحديداً لصناع أعمالي الثلاثة اللي قدمتها السنة، ابن أصول وكلبش ثلاثة، إنتاج سينرجي وفيلم حملة فرعون لمحمد السبكي. هاي الأعمال اللي خلتني اليوم استلم جائزة أفضل ممثلة سورية عربية لعام 2019. شكراً مصر، شكراً لبنان، شكراً سوريا. مبروك لكم أفضل، مبروك يور تي في، إن شاء الله بتحققوا نجاح كتير كبير، مصداقية كبيرة، ومهضوم. Thank you so much على التكريم وعلى التقدير وعلى كل شيء. وشو آخر أعمالك الفنية؟ لسه مخلصين رمضان، يعني كان عندي 3 أعمال برمضان، هلأ عم بقرا بين سوريا ومصر لبنان، نشوف.